كابتن شريف، ألف مبروك التأهل، ولو إن ده المفروض ده العادي يعني. يمكن نتيجة هنقول 2-2 قد تبدو مقبولة، ولكن العرض لم يكن مقبول. مش حاجة مقبولة النهاردة. يعني احنا واضح ان احنا من اول مباراة داخلين المباراة حاسين ان احنا هنكسب في اي وقت. مش مقدرين اي حاجة للفريق المنافس. الفريق المنافس لعب احترم جامد جدا، لعب قفل عليك الخطوط بتاعتك، انت لعيبتك اصلا ما عندهاش حلول النهاردة. حاسس لعيبة نكون همدانة كده، بيقضوا الوقت عايزين الماتش يخلص وخلاص، على اساس ان هم في اي وقت ممكن يحرزوا اي اهداف، واتخدعوا بالكام كره اللي جات لنا في اول المباراه احنا بتاعت قفشه، او ما وصلوا ال 18 وحسوا ان هم ممكن يجيبوا جول في اي وقت، حسوا ان الجيم بتاعهم وان ده فريق مش على قد المستوى يعني. ولكن الكره ما بتعرفش الكلام ده يعني. الكره تعرف اللي حصل النهارده في المباراه. حصل تقدم فريق المريخ 2، وكان يقدر يتقدم اكتر من كده الحقيقه يعني. كان لازم الحقيقه يعني ان فريق المريخ يكسب النهارده. كان النهارده مفيش اي علامات عندك، حتى الكور اللي بتجي لك تناول اللعيبه ليها اللي حصل فيها التغيير. احنا طالبين من التغيير النهارده عشان يحصل دعم في المباراه، عشان يحصل نحس الكوره زي بتاعت محمد شريف في اول في تايم تاني دي تجيبك جوه المباراه. نقول اللي حصل فينا ده عدم تركيز في اول شوط اي حاجه، لا برضو انت ما زلت في السيناريو مش عارف تترجم لنفسك اسمك ووضعك في الملعب. اللعيبه نفسها بتحسس قوي يعني، حاسه كده ان الملعب مش مساعدها، او الكره بتجري اسرع من ما هم متوقعينها، هم ما بيتحركوش لبعض، في حاله كده للعيبه حاسه ان هم هيوصلوا. ما لعبوش على ان هم يبقوا اول مجموعه، ما لعبوش على ان هم مطالبين باكتر باللي عملوه خالص في الملعب ده. وبعد مباراه سيمبا في سيمبا اللي احنا قلنا الجو وضدنا والاكسجين والكلام من ده، وده شكل غير مقبول. انا شكلي النهارده اوحش بكتير قوي يعني. انا ما مش قادر اقول لك لعيب كويس. كنا بنيجي قاعد كل مباراه تقول لي ايه مين احسن لعيب النهارده. انا مش الفرقه كلها اوت اوف بوزيشن، اوت اوف فورم، اوت اوف كل حاجه. بيفكروا ببطء جدا، عايزين الكره تديهم بدون ما يعملوا اكتر مجهود. ولا التغييرات فرقت حتى، ولا حسيت بمحمد طاهر لما نزل، ولا حسيت ببواليا. بواليا بيلعب الكرة هو والجون وبراسه لكنها فولي، عايز يعديها العارضه مش عطاجه والجول. الاستخدام العقلي، الاستخدام التنفيذي بالنسبه للسرعات، في ناس عايز تنزل، الوحيد اللي نزل وعايز الكرة ها عنده فكر وعنده وليد سليمان عنده عايز يعمل اي حاجه، عايز يعمل الباص. الملعب كمان انت الهوا معاك تاني تايم، السنس اوف باص صحيح، انت تودي للاعب هناك على طول الكرة اقوى من الطويله. يجوز اللعيبه دي تعبانه بقى، في لعيبه جايه من ماتشات المنتخب همدانه، استشفى بتاعها عايزه تريح شويه. لازم مدير فني يبقى عنده ملم بكل الكلام ده. مدير فني النهارده حظه كويس قوي سمعه ان هو اتعادل، انما هو مش من حقه الحقيقه النهارده بذل اداء انه كان يبقى متعادل. ولكن احنا دايما بنبص على ان احنا لازم نكسب. مش كده بقول لك الكره بتاعت محمد شريف لو كانت دخلت فاول اوف تايم انت كنت ممكن تبقى جوه الجيم وتكسب 3 و4. بس انت كمان حالتك الكونتر اتاك، اللعيبه الثانيه ماسكه الكوره بيعملوا 1 2 بيتعمل من سنه 50 عليك 18. ال 1 18 عليك 1 2 في ال 18 وراجل بيروح على الجون وبيحطها جنب الجول. فلازم الحاله حتى بتاعت الشناوي والعصبيه والنرفزه من الشكل اللي هو شايفه ده طبيعي ان هو كابتن فرقه وبيوجه من ناحيه ثانيه. مش معقوله الاسماء اللي موجوده في الملعب دي كلها كان يبقى ده المقابل بتاعها في هذه المباراه. كان عندهم فرصه كبيره قوي النهارده انهم ياخدوا الموضوع جد زي ما عملوا في فيتا كلاب، خلصوا المباراه في اول هاف تايم. هم اكيد دلوقتي حاسين وحزنانين على الشكل اللي هم فيه، ولازم يقعدوا مع نفسهم يخرجوا من الكلام ده. حتى برد فعل ماتش سيمبا هنا في مصر ان شاء الله يكسبوا ويكون لهم شكل تاني خالص. بس انت بتلعب على بطوله، انت اللي انت شايفه هنا النهارده ده مش ده اللي هتلاقيه بعد كده. صحيح. انت هتلاقي بعد كده شكل تاني، الناس كلها عايزه تقتنص منك طبعا. كل مره بتكسب فيها انت وكل مره بتوصل فيها الفاينل بتبقى عايزه يعني تجيبك وتوصل جنبك، عايزه تعمل اي حاجه، عايزه تاخد عليك على سمعتك اي حاجه، عايزه تنافسك، عايزه. ما ينفعش كمان تبقى في مؤسسه كبيره بتوفر كل حاجه
للعيبه بتوصل كل حاجه للمدربين الفنيين وكل حاجه، ويبقى بهذا الشكل النهارده انا بتفرج على الشكل ده تقول لي ان انا هاخد كاس افريقيا. لا احنا كنا بنتكلم قبل كده في الاستوديوهات رساله بنبعتها ومكسب مظبوط. دايما بنقول انا ده الشكل اللي هروح بيه للمجموعات، ده الشكل اللي هقابل بيه، مش مهم عندي ان انت تقابل اكبر اقوى او انت كده كده عشان تاخد البطوله لازم تقابل الاقوى في الاقوى في الاقوى طبعا. انما عشان ما اطولش عليك، النهارده طبعا ما حدش سعيد ابدا ولا انا سعيد بالتعادل ده، غير ان احنا الحمد لله ما اتغلبناش في السودان من فرقه المريخ، وبشكر فرقه المريخ الحقيقه على المجهود الكبير صحيح. اللي عملوه النهارده، وكان ليهم وجود اكثر من رائع، وجود لك في الفتره الجايه يعني.